بس كده كده لو كنا علينا ما بنقدرش ده اولدك ولا ده هو بنضحك وعلى طول ولا لو شلت الصغير ما كانش ان اولئك الذين مروا بهذه التجربه فكرتم في ان الخسائر البشريه ستكون مرتفعه وكان كل ساعه حق حتى المدنيين هم جيش. في الحقيقة الجرم كان موجودا على أرض عراقية، والأفعال التي قام بها جنود الأمريكان كانت على أرض عراقية، والممثل بهم هم مواطنين عراقيين، فلماذا يطبق القانون الأمريكي في هذه الحالة هنا؟ لماذا لا تكون ضمن شريعتنا وضمن قوانيننا؟ فمسألة الجندي الأمريكي اللي هو غلط في حق العراقي أو السجين العراقي، أنا اللي حكمه مش أمريكا اللي تحكمه، أحكمه بقانون يعني كقانون العربي أو قانون العراقي.